ازيكم يا شباب؟ عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو كده عايز اقول لكم حاجة. للأسف استشهد من عندنا تقريبا جندي او اتنين على الحدود مع الصهاينة ولاد الكلب. جد يعني انت شفتوش الضرب امبارح اللي كان على الخيام؟ الخيام اللي فيها بس بني ادمين، ما فيهاش والله ما فيها اي حاجه غير بني ادمين، وما فيهاش مسلحين. يعني انت بتضرب ليه خيام فيها ليه دول مدنيين؟ ده يدل ان الصهاينه بيعملوا اباده، اباده حرفيا، عايزين يبيدوا شعب غزه كله حرفيا، مش عايزين يخلولهم مش عايزين يخلوهم يعيشوا في اي حته. تمام؟ طيب، والعالم كله ساكت. فربنا يعينهم ويصبر أهل الشهداء، وبإذن الله قربت الليلة اللي كلنا هنبقى شمتانين فيهم، فرحانين فيهم. بس ندخل في الفيديو. أحمد النرم عمل كمية سنايب على يعني عملية قنص للبارون. انا شفت اللي حصل. لا، كان في حاجات بتحصل كده غريبة. المهم انا طبعا بصور، تمام، لقيت احمد بيضرب، ففي احمد يصد اتنين ويقوم مطلعينه، يصد واحد ويقوم واحد مطلعه. فبسأله بقول له انت بتطلع ازاي؟ بيطلعوك ازاي يعني؟ بيقول لي انا بطلع بتلاتة مليون. اتصدمت، انت بتضرب بتلاتة مليون؟ غريبة يعني، انت بتضرب بتلاتة مليون؟ قال له اه بضرب بتلاتة مليون. بتلاتة مليون وبهدلهم، انتوا متخيلين؟ امال لو كان بيضرب بأربعة مليون زيه زي الناس التانيين، واللي بيدخل بأربعة ونص ده كان عمل فيهم ايه؟ كلهم حرفيا معاهم حصان طرواده ومفعلين بوست 100%. تمام، تخيلوا بتلاتة مليون عمل كل ده. قلت له بعت لي تقرير طبعا عشان هو مزرعة ومنوب ومالوش فيها، تلميذي الفاشل انا علمته يعني ايه عجايب. يقدر ينكر ده، يطلع دلوقتي حالا يقول لي عكس كده. انا محارب ناس كتير، ليه؟ وفي ناس كتير متغاظه مني، ماشي، مش فاهم ليه، بس ده ما بيهمنيش. معايا السي ده، السي دي بتاعك معايا، ماشي. المهم، ففي بنت اسمها نانا 2008. لقيت نانا 2008 دي بتمسك، محدش عارف يطلعها، مفيش غير احمد هو اللي بيضربها، بيروح مطلعها. طب ليه؟ ابص الاقيها ماسكه بصفر خمسة خمسة، بمعدات صفر خمسة خمسة، يعني بتمسك وبتصد بصفر خمسة خمسة. طيب هتقول لي مثلا ما في ناس بتضرب بلاستات تسعة تسعة اتنين، هقول لك صدت واحد تسعة، صدت تسعة تسعة اتنين بالصفر خمسة خمسة. هتقول لي ازاي؟ اقول لك نسابها عالية. طب اللي قصادها نسبه عالية، اه، بس الصفر خمسة خمسة على قد ما انت تشوفها ضعيفة على قد ما هي قوية. وزي التسعة تسعة اتنين على فكرة مش ضعيفة، تسعة تسعة اتنين بلاست قوي يعني، تمام. وعشان تكونتر التسعة تسعة اتنين لازم تضربها يعني عشرة أربعة ستة، بعشرة أربعة ستة، وتكون معاك سجاد نار، ويكون هو مصفوفة رماة، لأنه لو حط مصفوفة مشاة احتمال كبير يصدك. تمام، هنا في بصوا، لازم نقف هنا. يعني دلوقتي انا لو نزلت، انا كنت برتب ان انا انزل الفارس باذن الله، الفارس اللي جاي هشارك في الفارس، بس لو لقيت اللي قصادي معاهم تي 5 ومعاهم حاجات اعلى، يعني معاهم تي 5، واحد مثلا ماكس 12 نزل قصادي في الفارس، طبيعي ده مش عارف اخده منه عشان ما هزيش يعني، لان طبيعي يعني، معلش يعني، فرق صح، فرق نسب، اي نعم هطلعه بالبلاستات بس مش هصد منه، وصلت لكم الفكره؟ ف ان شاء الله لو دخلت الفارس هصور لكم اوريكم اعمل ايه في الفارس. بس المشكله ان انا يعني، بصوا ثانيه كده، يعني لو هنروح على الفارس اهي بعد 8 ساعات، كويس، انا هشارك فيها باذن الله، هشارك فيها بإذن الله، هشارك في الفارس
ونشوف والله. يعني مش عارف هل هقدر اخد الفارس ولا بلح، مش عارف، بس انا هحاول ان انا باذن الله اخد الفارس. لان انا كنت في الاول اصلا عايز ادخل الفارس بالحساب التاني، بس يعني قالوا لي حتى لو انت فول، يعني فللولك لك فول تي 5 وصدق واحد قوي هيطلعك طبيعي. يعني هو لو فول تي 5 وانا فول تي 5 كده في تكافؤ في التي 5، فهو اعلى مني كنسب وصحة، فاكيد هيفشخني ويطلعني. بس فعشان كده انا قلت لا، باذن الله ادخل البارون واشارك فيه، تمام، وباذن الله اعمل شغل حلو حتى لو ما اخدتش الفارس. ادخل بارون يا جدعان، يا جدعان قالوا الحرب بصراحة كانت حلوة، اللي انا كنت شايفها اللي شايفينها حالا دي، فمش مركز. المهم لو دخلت الفارس هعمل شغل حلو، هعمل شغل حلو باذن الله. ف هسيبكم مع الحرب، وشوفوا نانا دي اللي بقولكم عليها وهي بتمسك بمعدات 055. انا في الاول افتكرتها 992، بعدين لما دققت في الملحقات تمام لقيتها بتلعب بمعدات 055، وكانت ما بتطلعش حرفيا، بتصد بالثلاث او بس. البوتات كانت شغاله، الله ينور، بوتات الريفل اللي بيفلوا بوتات سريعه، سرعه لا تتخيلها، ثانيه بس انت بتشوف الخط طار رجع تاني. فبصراحه الحروب دي عايزه غير فلوس، هي عايزه مجهود، عايزه صحه، عايزه حاجات تاني غير الفلوس. يعني حتى لو معاك فلوس برضو الموضوع هيبقى صعب، لازم يكون معاك عوائل. يعني انا في الفارس لو اللي ضدي ضعيف هنزل اخد الفارس منه، وش ده انا هنزل اعلم عليه. عارفين انتوا يعني ايه ضعيف؟ يعني ما عندوش خبره. يعني ممكن ماكس 12 يبقى ما عندوش خبره، ماكس 12 ما عندوش خبره. لما الاقي واحد ماكس 12 داخل عليا مثلا 8 8 8 4 وبيلعب ب 8 8 4 بس ما بيغيرش، ده اخده هشلحه. ده واحد مثلا كنت بلعب قبل كده حرب، كنت نازل فزعة، يعني كان ضد واحد بيمسك 992. في الأول بصراحة مكنتش عارف أطلعه، بس بعديها اكتشفت هو ليه بيصدني. يعني هو ليه بيصد؟ هو بيلاقيني داخل بمشاة عالية بيحط مصفوفة مشاة، بيلاقيني داخل بفرسان عالية بيحط مصفوفة رماة. فالفكرة هنا هو شغل دماغه، أنا شغلت دماغي وقمت ضربه بلاست مشاة طلعته، مع إنه صدني إيه مصفوفة مشاة، بس طلعته لأن 4 مليون مشاه صافي تي فور، تي فور وتي فايف، فاهمين ازاي؟ رحت مطلعه، والبلاست بتاعي كان داخل على 1000. انا البلاست بتاعي كان 900 حاجة و50، يعني كان داخل على 1000، فمش مش نسب سهلة هي. بس هسيبكم مع الفيديو، استمتعوا يا جدعان. Fumiendo core la que hay, ay, 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 ay. Quien no anda core la que hay, ay, 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 ay. Fumiendo core la que hay, ay, 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 ay. Quien no anda core la que hay, ay, 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 ay. Wow, se le pega like a rocky. Uy, uy, she be my rocky. Portarme bien, toca pelle y me vacila 10 de 100. Ahora es pussy, retrega constantemente. She's smoking glass, casi carats. Mi nombre por tu ciudad. Baby, sigue que lo escuche el vecino atrás. Let's hop in cash. Y si preguntas la que hay, she want it, I got it, y acabo de fixar. Let's go to cash, la partidita al solitar. Y ahora double round, yeah, yeah. Eso que tiene duplicado, yeah, yeah. Para otro lado, yeah. Oh yeah, no hagas que se amontone. Tranquilo, sáltame los botones.
un aguacero. BBM, very big monetero. Quieren dinero, fundiendo cobre la que hay. Rise up when the drop is